وتحنن على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل فرجنا بهم يا أرحم شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة وعملكم فيه مقبول ودعاؤكم فيه مستجاب إلى أن يقول النبي صلى الله عليه وآله فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر أي شقاء ونحن قد قاربنا على النصف من شهر رمضان إن كانت الذنوب لم تغفر إلى هذا اليوم إن كانت المعاصي لا زالت تتربع على القلوب إن كانت النفس لا زالت مغللة بأغلال العصيان والطغيان والتجرؤ على الله هذه الفرصة العظيمة المتاحة أمامنا شرفت على بداية النصف الثاني منها وكما ترون فإن الأيام أيام هذا الشهر العظيم تمضي سريعا أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق إلى ليلة القدر ليلة العتق من النار إلهي وقف السائلون ببابك ولا ذا الفقراء بجنابك ووقف سفينة المساكين على ساحل بحر جودك وكرمك يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك إن كنت لا ترحم في هذا الشهر
الشريف إلا من أخلص لك في صيامه وقيامه، فما للمذنب المقصر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه. إلهي إلهي إلهي، إن كنت لا تقبل إلا من العاملين، فما للمقصرين؟ وإن كنت لا تقبل إلا من المخلصين يا رب، فما للعاصين؟ فما للعاصين؟ اكسر قلبك بهذه الكلمة، فما للعاصين؟ إلهي ربح الصائمون وفاز القائمون ونجا المخلصون، ونحن عبيدك مذنبون، ونحن عبيدك مذنبون، ونحن عبيدك مذنبون، فارحمنا برحمتك، واعتقنا من النار بعفوك يا الله، واغفر ذنوبنا يا أرحم يا غفار لحوا في الدعاء، يا غفار يا غفار استمطر الرحمة، أفضل الساعات أفضل الأوقات أوقات السحر، انشروا الأكف إلى السماء واستمطروا عفو الله ورضوانه، يا غفار يا غفار.
بأعلى الأصوات نقرأ الدعاء المعهود الذي نبدأ به برامجنا. سائلك ببابك، أعلى الأصوات، سائلك ببابك، مسكينك ببابك يا رب، فقيرك فتصدى عليه بالجنة يا رحمن الجنة يا رحيم الجنة يا كريم الجنة يا عدتي في كربتي في شدتي ويا ولي في نعمتي ويا غايتي في رغبتي أنت الساتر عورتي والمؤمن روعتي والمقيل عثرتي فاغفر لي خطيئتي. اللهم إني أسألك خشوع الإيمان قبل خشوع الذل في النار. يا واحد يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا من يعطي من سأله تحننا منه ورحمة ويبتدئ بالخير من لم يسأله تفضلا منه وكرما، بكرمك الدائم صل على محمد وآل محمد وهب لي رحمة واسعة جامعة أبلغ بها خير الدنيا والآخرة. اللهم إني أستغفرك لما تبت إليك من ثم عدت فيه، وأستغفرك لكل خير أردت به وجهك فخالطني فيه ما ليس لك. اللهم صل على محمد وآل محمد واعف عن ظلمي وجرمي بحلمك وجودك يا كريم. يا من لا يخيب سائله ولا ينفد نائله، يا من على فلا شيء فوقه ودنا فلا شيء دونه، صل على محمد وآل محمد وارحمني يا فالق البحرين.
الليلة الساعة 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 الساعة. اللهم إني أسألك، اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. انشر وكف الضراعة، أكف المسألة، أكف الخوف والرجاء بين يدي الله يا رب يا رب. ارجو إلى الله يا رب، هذا مقام العائد بك من النار، مقام مستجير بك من النار يا الله، هذا مقام المستغيث بك من النار، هذا مقام النار، هذا مقام من يبو لك بخطيئته ويعترف بذنبه ويتوب إلى ربه، مقام البائس الفقير، هذا مقام الخائف المستجير، هذا مقام المحزون المكروب، هذا مقام المغموم المهموم، هذا مقام الغريب الغريق، هذا مقام مستوحش الفرق، هذا مقام من لا يجد لذنبه غافرا غيرك ولا لضعفه مقويا إلا أنت ولا لهمه مفرجا سواك يا الله. يا كريم لا تحرق وجهي بعد سجودي لك وتعفيري بغير من مني علي، بل لك الحمد والمن والتفضل علي حتى ينقطع النفس ارحمني.
أي رب 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 ضعفي وقلة حيلتي ورقة جلدي وتبدد أوصالي يا الله وتناثر لحمي وجسمي وجسدي ووحدتي ووحشتي في قبري وجزعي من صغير البلاء أسألك يا رب قرة العين والاغتباط يوم الحسرة والندامة بيض وجهي يا رب يوم تسود الوجوه آمني من الفزع الأكبر أسألك البشرى يوم تقلب القلوب والأبصار والبشرى عند فراق الدنيا الحمد لله الذي أرجوه عونا لي في حياتي وأعده ذخرا لي ليومي فاقتي الحمد لله الذي أدعوه ولا أدعو غيره ولو دعوت غيره لخيب دعائي والحمد لله الذي أرجوه ولا أرجو غيره ولو رجوت غيره لأخلف رجائي الحمد لله المنعم المحسن المجمل المفضل ذي الجلال والإكرام ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتغى كل رغبة وقاضي كل حاجة اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقني اليقين وحسن الظن بك وأثبت رجاءك في قلبي واقطع رجائي عمن سواك حتى لا أرجو غيرك ولا أثق إلا بك يا لطيفا لما تشاء الطف لي في جميع أحوالي بما تحب وترضى يا رب يا رب إني ضعيف على النار فلا تعذبني أنا لهذا الجسد الضعيف الذي لا يتحمل حرارة شمسك أن يتحمل حرارة نارك يا الله يا رب إني ضعيف على النار فلا تعذبني بالنار
ضرعي وخوفي وذلي ومسكنتي وتعويذي وتلويذي يا رب. إني ضعيف عن طلب الدنيا وأنت واسع كريم، أسألك يا رب بقوتك على ذلك وقدرتك علي وغناك عن وحاجتي إلي أن ترزقني في عامي هذا وشهري هذا ويومي هذا وساعتي هذا رزقا تغنيني به عن تكلف ما في أيدي الناس من رزقك الحلال الطيب. ربي منك أطلب وإليك أرغب وإياك أرجو وأنت أهل ذلك لا أرجو غيرك ولا أثق إلا بك يا أرحم الراحمين. أي رب ظلمت نفسي فاغفر لي وارحمني وعافني يا سامع كل صوت ويا جامع كل فوت ويا بارئ النفوس بعد الموت يا من لا تغشاه الظلمات ولا تشتبه عليه الأصوات ولا يشغله شيء عن شأن. أعط محمدا صلى الله عليه وآله أفضل ما سألك وأفضل ما سئلت له وأفضل ما أنت مسؤول له إلى يوم القيامة. وهب لي العافية حتى تهنئني المعيشة واختم لي بخير حتى لا تضرني الدنون. اللهم رضني بما قسمت لي حتى لا أسأل أحدا شيئا. اللهم صل على محمد وآل محمد وافتح لي خزائن رحمتك وارحمني رحمة لا تعذبني بعدها أبدا في الدنيا والآخرة، وارزقني من فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا لا تفقرني إلى أحد بعده سواك. تزيدني بذلك شكرا وإليك فاقة وفقرا وبك عمن سواك غنى وتعففا. يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل يا مليك يا مقتدر صل على محمد وآل محمد.
واكفني المهمة كلها واقض لي بالحسنى وبارك لي في جميع أموري واقض لي جميع حوائجي. اللهم يسر لي ما أخاف تعسيرا فإن تيسير ما أخاف تعسيره عليك يسير وسهل لي ما أخاف حزونته ونفس عني ما أخاف ضيقا وكف عني ما أخاف هما واصرف عني ما أخاف بلية يا أرحم الراحمين. اللهم املأ قلبي حبا لك وخشية منك وتصديقا لك وإيمانا بك وفرقا منك وشوقا إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا لك حقوقا فتصدق بها عليك وللناس قبلي تبعات فتحملها عني وقد أوجبت لكل ضيف قراءة وأنا ضيفك فاجعل قراي الليلة الجنة يا وهاب الجنة يا وهاب المغفرة ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين.